مع حضراتكم فيديو لزيارة الرئيس السيسي صباح اليوم للمدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة لزيارة المنتخب المصري وتشجيعه قبل البطولة. خلونا نتابع مع حضراتكم ونرجع نتكلم في هذا الخبر. احنا موجودين النهاردة في القرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية، موجودين كمان في استاد مصر، الاستاد اللي بيشيل أكتر من 90,000 مشجع. كل حاجة زي ما الكتاب بيقول، ملعب حلو جدا جدا، إن شاء الله نشوف عليه ماتشات لمنتخب مصر والفرق الكبيرة في مصر تلعب فيه بإذن الله، ويتميل الاستاد على آخره زي ما تعودنا دايما في استاد القرية. كمان الاستاد ده هيبقى إن شاء الله استاد الرعب بالنسبة لكل الفرق اللي تيجي فيه. على مستوى المكان احنا موجودين في استاد معمول على اعلى مستوى، وبنتابع تمرين المنتخب مصر قبل ايام قليله ان هو يكون بيشارك في كاس امم افريقيا. اما على مستوى الحدث موجود رئيس الجمهوريه وطبعا مسؤولين كتار علشان يكونوا بيدعموا منتخب مصر الاول قبل خطوات قليله من مشاركتنا في كاس امم افريقيا. كلنا عندنا حاله كبيره جدا من التفاؤل، ان شاء الله نقدر ان احنا نكون اصحاب النسخه الحاليه. منتخبنا الوطني الاول فاز بالبطوله دي 7 مرات، احنا في انتظار سياده الرئيس اللي هيشرفنا كمان شويه عشان ياكد لنجوم منتخبنا ان احنا اكيد كجمهور كلنا هنكون مستنيين اللقب ده واكيد مش هنفرط فيه. ان شاء الله عندنا تفاؤل ببطوله افريقيا، يعني بدايه من سياده الرئيس ان يكون معانا دفعه معنويه كبيره جدا جدا، الشعب المصري كله في ظهرنا. المهم نشجع مصر برساله وجهها لاعبي منتخبنا الوطني المصري لكره القدم، رسالتهم لجماهير كره القدم المصريه. هبدأ أنا كمان رسالتي وهقول المهم نشجع مصر. النهاردة إن شاء الله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هيكون أول المؤازرين والمشجعين لمنتخبنا الوطني المصري، وهيلبي دعوة لاعبي منتخبنا الوطني المصري عشان نسعد جماهير مصر ونحصل على لقب هذه البطولة. وضربة البداية هتكون من هنا من استاد مصر من القرية الأولمبية العاصمة الإدارية. فندم المنتخب بيستعد لكاس الامم الافريقيه، هو معسكر ومعسكر طبعا في ميريه مصر الاولمبيه، وبعده يوم 10 هيكون المنتخب الاولمبي استعداد لاولمبياد باريس لمده 5 ايام. هم هيخلصوا هيطلعوا بطياره خاصه على طول بعد يوم 9 على قطب. السلام عليكم. صباح الخير جميعا، سعيد ان انا اشوفكم والله. خلوني الاول اقول لكم احنا عملنا في مصر ايه قبل ما نتكلم على المنتخب والامان اللي احنا بنتمناه من 2014 لغايه النهارده. عملنا جهد كبير قوي في بناء حاجتين، بنيه رياضيه ضخمه تحقق لشعبنا في كل محافظه من محافظات مصر، مش بس على قد المدينه اللي انتم بتشوفوها هنا، ان احنا في كل محافظه على الاقل في منشأة رياضية كويسة تساعد الشباب اللي محافظة على اللعب، بالإضافة لحوالي 4500 مركز شباب احنا كانوا موجودين قبل كده بصراحة، بس احنا عملنا برنامج لهم ويمكن خلصنا 70% رفع كفاءة هذه المراكز الشباب ديت على مستوى الجمهورية بالكامل. منهم بس في موضوع حياة كريمة اللي فات ده المرحلة الأولى حوالي 1070 مركز شباب تم رفع كفاءته داخل ال 70%. ثم طبعا المنشآت الرياضية زي المدينة الأولمبية اللي موجودة هنا، ودي فيها 22 منشأة. فيها 22 منشأة طبقا لمعايير الاتحادات أو الاتحاد الأولمبي أو للمعايير الأولمبية في كل لعبة. طب أنا بقول لكم كده ليه؟ بقول لكم ده لأن ده معناه إن إحنا في مصر مهتمين قوي بشبابنا، مهتمين قوي بأبنائنا، مهتمين قوي بشعبنا. طيب اكيد كل اللي موجودين قدامي هنا دول شباب موهوب، والموهبه مسؤوليه، انتوا في النهايه بتمثلوا بلدكم وبتمثلوا نفسكم طبعا. النقطه الثانيه هي لعبه جماعيه يعني، لكن هي مبنيه على ان كل فرد مننا داخل الفريق داخل المجموعه يبذل جهد كبير قوي، وبعدين في الاخر يدي لزميله، وتبقى محصل ده كله نجاحنا كلنا كفريق يمثل بلدنا ويمثل نفسينا ويمثل الفريق نفسه. النجاح دايما بيجي
مش بالموهبه بس، بالموهبه وبالاخلاص، الاخلاص للفكره، الاخلاص للعبه، الاخلاص للفريق، الاخلاص للدوله المصريه. المنتخب المصري هو نعمه كبيره قوي لبلدنا، وزي ما انتوا شفتوا تاثيركم قد ايه على مش على المصريين بس، لا على العالم كله. هي دي المسؤوليه اللي موجوده للمنتخب المصري دلوقتي. خدنا البطوله دي 7 مرات، مصر تستحق اكتر من كده بكتير، تقدروا يبقى 8 و9 و10. فبتمنى لكم كل التوفيق. مش هنسى ابدا اشكركم، المحترفين اللي موجودين في بره مصر في النوادي المختلفه الاوروبيه وغيره، وبقول لهم للمسؤولين اللي هم يعني ساهموا ان هم يبقوا موجودين معانا دلوقتي وهيبقوا موجودين بعد كده، بنشكرهم على تعاونهم معانا، وان شاء الله ربنا يوفقكم وتيجوا ان شاء الله بنتيجه تفرحنا كلنا. نشكر طبعا سيادتك على الدعم ده، ودايما وصلنا من الوزاره سياده الوزير دايما بيوصلنا الدعم بتاع حضرتك وبرده اتحاد الكوره. وبصراحه الحمد لله يعني في تحسن كبير قوي في المنظومه كلها، دايما بيساعدونا على كل حاجه احنا عايزينها. وزي ما قلت قبل كده اللعيبه كل اللي نقدر نوعد حضرتك بيه ان اللعيبه هتبذل كل مجهودها ان احنا نكسب البطوله ان شاء الله، زي البطوله اللي فاتت ما كناش محظوظين شويه بس عملنا كل اللي علينا والتوفيق بتاع ربنا. طبعا انا مبسوط جدا باداء الدوره اللي فاتت، وان شاء الله هنعمل قد كده واكتر باذن الله. تاني بنشكر حضرتك على الدعم الدائم ده والوزاره واتحاد الكوره، وطبعا اهم حاجه المنظومه كلها في اللعيبه، فان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه ونرجع مبسوطين ان شاء الله. ان شاء الله ترجعوا منصورين موفقين. انتوا بيبقى لكم تاثير كبير جدا على كل اللي بيتفرج عليه، وده موضوع تاني بغض النظر عن المكسب والخساره. وانا بقول لكم كلكم حجم التزامنا وسلوكياتنا الطيبه بتبقى ليها تاثير جدا على كل اللي بيتفرج عليه جوه مصر وبره مصر. وانت ورجعت بطول روبوت مش تاني النهارده. نشكر سيادتك على كل الدعم اللي دايما وفرته لنا. عميش بيرا سمبرانا اشتري كيوناس بريزيدنت. ده يعتبر يعني احاء جديد وانطباع كويس جدا لينا ان احنا يكون حضور الرئيس موجود معانا. اجراتسيمش مونتاش بالافرش. نشكر جدا حضرتك على الكلمات الجميله اللي حضرتك قلتها. ياشكي او ميجم تيمبو اسك ستاند ريبريزنتارمز ان جراند بايش كومو ايجيبت. تي ان بيس مونت جراند ان تودو جادوش تي ان سنتيري سميج. واكيد طبعا مسؤوليه ان احنا بنمثل بلد كبير زي مصر دي مسؤوليه على كل اللاعبين، لازم كلهم يكونوا قدها ان شاء الله. تيمش كسير ايماجين برا جوفنش ايجيبشيز دو تودو بايش. لابد ان احنا برضه نكون زي صوره طيبه ومثال جيد لكل شباب مصر وكل الرياضيين الصغيرين في مصر. E tenho a certeza que em nome de todos os jogadores vamos dar aquilo que temos e que não temos para conquistar os nossos objetivos. وانا واثق ان شاء الله ان احنا كفريق وكلاعبين هنعطي كل اللي نقدر نمتلكه او حتى لا نمتلكه من اجل ان احنا نصل الى هدفنا وان احنا نسعد الجماهير المصريه. نشكر حضرتك سياده الرئيس على الحضور وانك تكون معانا معانا. انا بشكرك شكرا جزيلا. اتمنى لكم التوفيق. توفيق ان شاء الله. حضرتك بس دي حاجه بسيطه كده، تيشيرت المنتخب مضيه من كل اللعيبه. طيب ده جميل، ده جميل، متشكرين. بس انا مستني الكوره اللي عليها التوقيع بتاعكم وانتوا راجعين. ان شاء الله ان شاء الله. جميل. طبعا دي كانت زيارة هامة جدا للرئيس السيسي لمعسكر المنتخب الوطني لكرة القدم في العاصمة الإدارية الجديدة، طبعا لتشجيع ورفع معنويات المنتخب المصري قبل مشاركته في بطولة كأس الأمم. خلونا نتابع أكتر عن الزيارة وعن استعدادات المنتخب المصري للبطولة. معانا على الهاتف الدكتور إيهاب الكومي، عضو اتحاد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. برحب بحضرتك معانا يا دكتور. شكرا يا فندم، اهلا بحضرتك استاذينا منوره الدنيا، وتحياتي لحضرتك وكل المتابعين. اهلا بيك يا دكتور. يعني ازاي حضرتك شفت في البدايه زياره الرئيس السيسي للمنتخب المصري اليوم، وازاي ده هيرفع من الروح المعنويه للمنتخب المصري؟ يعني احنا بالامس تلقينا خبر ان فخامه الرئيس هيزور منتخبنا في تمام 10 صباح اليوم. بكل تاكيد هي رساله من الاب لكل المصريين لابنائه اللي رايحين عشان يدافعوا عن
اسم مصر في كرة القدم في المحفل الإفريقي. فبكل تأكيد الرسالة النهاردة كانت رسالة لها معاني كثيرة جدا، معاني سامية. أول حاجة عاوز أذكرها أن فخامة الرئيس لما بيتعامل من منطلق الأب إلى أبنائه، ومن منطلق رب الأسرة إلى أسرته. النهاردة كانت زيارة أسعدت قلوب كل المتابعين للرياضة المصرية وخاصة كرة القدم، وأيضا كل المصريين، إن في ظل المشهوريات الكثيرة جدا وما تئن به المنطقة من صراعات، ووجود فخامة الرئيس وأن يولي المنتخب المصري اهتمامه الكبير قبل هذه البطولة الكبيرة، فده طبعا بكل تأكيد شيء يخلينا كلنا نرفع رأسنا فوق ونقول بالفعل نحن ننطلق قائد سياسي محنك على أعلى مستوى في نفس الإطار هو الأب الشرعي لكل الأسرة المصرية. يعني طبعا النهاردة احنا موجودين في أحدث استادات رياضية موجودة في مصر، بل في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط ثاني أكبر استاد لكرة القدم في القارة الإفريقية، قرية أولمبية مقامة على مساحة 92 فدان. ده معناه أن فخامة الرئيس كما قال قبل كده مرارا وتكرارا أن الرياضة قضية أمن قومي، هي بالفعل قضية أمن قومي، عشان كده البلد بتولي الرياضة والرياضيين اهتمام كبير جدا من حيث إنشاء البنية الرياضية التحتية زي ما حضرتك شفتي، قرية على 92 فدان، 4 ملاعب لكرة القدم على أعلى مستوى سواء كان نجيل طبيعي أو نجيل صناعي. احنا بنتابعه مع حضرتك ومع المشاهدين على الشاشة دلوقتي، يعني شيء يدعو للفخر زي ما حضرتك شايفة، منشآت صالات للألعاب الجماعية وللألعاب الفردية والحمامات السباحة وقاعات الاجتماعات. فأنا بصراحة كمصري فخور إن مصر بالفعل بتتغير نحو الأفضل في شتى مناحي الحياة. عشان كده لما فخامة الرئيس قال كلنا لازم نصبر عشان نخلي بلدنا ترجع مرة تانية مصر الرائدة في كافة المجالات، فاحنا طبعا بنقول له على بركة الله. وزي ما احنا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كل المصريين في صورة حضارية أكثر من رائعة حملت معها رسالة للعالم أجمع إن كل المصريين ممثلين في فئات الشعب المختلفة رجال وسيدات وكبار وصغار، الكل خرج عشان يقول كلمته، الكل خرج عشان يقول بيعته لفخامة الرئيس، إنه شاف مصر بتتغير، في كل شبر في مصر بتلاقي فيه تغيير، فبكل تأكيد إحنا سعداء. طبعا النهاردة الزيارة زي ما حضرتك تابعتي من خلال الفيديوهات المصورة والأحاديث اللي دارت ما بين فخامة الرئيس، حديث الأب لأبنائه وإزاي إن هو بيأكد عليهم اهتمامه الكبير بالرياضة وبيهم، وإن هو بيطالبهم ببذل أقصى جهد في البطولة دي عشان يرجعوا بالكورة عليها كل توقعات الفريق بعد ما حصلوا على البطولة. وده طبعا شحذ كل همم الفريق، وعلى رأسهم طبعا كابتن الفريق محمد صلاح اللي محمد صلاح أكد لفخامة الرئيس إن احنا وصلنا للبطولة في النهائي الماضية أمام طبعا السنغال وخسرناها بركلات الترجيح، لكن إن شاء الله عندنا إصرار وعندنا عزيمة إن احنا المرة دي إن شاء الله نرجع بالكأس. شفت مستر فيتوريا المدير الفني البرتغالي وبيأكد لفخامة الرئيس إن الزيارة بالنسبة له هي زيارة تاريخية، بالفعل هي زيارة تاريخية لما يكون حاكم البلاد يعني حريص كل الحرص على إنه كل في كم المشغولات دي كلها يروح للمنتخب، فدي رسالة إحنا كلنا استقبلناها. طيب النهارده دكتور إيهاب، وإحنا بنتكلم عن البطولة، إحنا ما خدناش البطولة من سنة 2010 وفي طموح كبير بإن إحنا ناخدها هذا العام أو هذه النسخة، إزاي حضرتك شايف استعدادات المنتخب وإزاي بنأمل إن إحنا نحصل على هذه البطولة؟ هقول لحضرتك إحنا معانا جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة مستر فيتوريا، راجل منذ أن تولى المسؤولية ما شاء الله يعني خسارة في مباراة واحدة، وكانت خسارة في المباراة دي أمام منتخب التونسي، إما فوز وإما تعادل الفوز هو الأكثر. عندنا منتخب متكامل الأركان بداية من حراسة المرمى في الشناوي وكل من مع الشناوي، مرورا بحجازي وعبد المنعم وصلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد والنني وياسر ابراهيم وطبعا وامام عاشور وكهربا، كل مش عاوز اقول حد ولا حد، عندنا منتخب متكامل. المنتخب ده القاره الافريقيه كلها بتهاب وبتخشاه، لكن هي عمليه الكره التوفيق بقى وعدم التوفيق. يعني احنا البطوله الماضيه وصلنا لغايه المباراه النهائيه وخرجنا بركلات الترجيح بعد ما الحظ ابتسم لمنتخب السنغال، لكن المره دي ان شاء الله انا شايف العزيمه والاصرار في عيون كل لاعبي المنتخب المصري وفي عيون الجهاز الفني وفي اداره الاتحاد المصري لكره القدم، كلنا على قلب رجل واحد، ورانا جمهور عظيم، جمهور عظيم بكل ما تعني الكلمه، هو الجمهور المصري اللي هو رقم واحد في المعادله. وان شاء الله مباراه غد امام المنتخب التنزاني
شاء الله الجمهور يكون موجود في استاد القاهره في 6 مساء عشان يدي رساله للاعبين قبل توديعهم الى كوت ديفوار ان احنا كلنا بنودعكم، كلنا وراكم، منتظرينكم تعودوا بالكاس عشان كل مصر تحتفل بيه ان شاء الله. تمنياتنا كل النجاح والتوفيق للمنتخب المصري لكره القدم في البطوله القادمه، وان شاء الله يرجعوا لنا بالكاس. بشكرك دكتور ايهاب الكومي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، شكرا جزيلا ليك.